was mamon tal karamel. بمدينة مراكش لجنة التحكيم رفقة أسامة غادي ينتقلوا لمجال الرياضة وبالضبط مؤسسة كريمو اللي كيتقدموا فيها دروس فن كرة القدم. أجي نكتشفوا جميع. السلام عليكم أستاذ كريمو. صافا لاباس عليك؟ لاباس عليك. السلام كريمو هذا كلشي مزيان. مرحبا بكم. مرحبا بكم في الأكاديمية كريمو فوتبول. مرحبا بكم. إذا هذه لا فامي. لا عائلة ولا عائلة شوية صافي كمان واحد العام ونص وحنا حلينا هاد المدرسة اللي تقريبا فيها واحد 120 واحد باسكو هاد الأيام العطلة 120 واحد فيهم الدراري اللي كتعرف فيهم الدراري اللي تنقولوا شوية ديال الكويرية الدراري اللي زعما تنعلموهم يا أن بو شوية القراية وشوية ديال ماشي فيها طونشي بوكو ليكول. اللاعبين اللي كيتخرجوا من هاد المؤسسة كيحصلوا على دبلومات معترف بها في نهاية المطاف وذلك بعد ما كيستافدوا من عدة دروس اللي هي تطبيقية وكذلك نظرية. الفنان مسلم غادي يحاول ينتقل من فن الراب اللي ما فيه الى فن كرة القدم. شكون اللي يعرف ممكن يبدا فيهم بجوج؟ شوف الى عملت ثلاثة تصفوا غير ثلاثة. يلا تسمعني بسم الله. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ديا صفر عشرة ثلاثة ثلاثة ثلاثة. زيارة هذه المؤسسة اختتمت بصورة تذكارية رفقة بعض اللاعبين والمؤطرين. والمحطة الثانية لأعضاء لجنة التحكيم أسامة هي ملعب مراكش الدولي باش يتعرفوا عليه عن قرب من ناحية التقنية. Je te présente le directeur du stade. Salam alaykoum. 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 حنا استقبلنا ديجا كأس العالم الأندية في ديسمبر اللي فات دونك سي ان كاي شاف فيفا دونك راه كل شيء واحد. مراكش إذن وفات بوعدها وقدمت أحسن ما عندها من مواهب اللي كانوا في المستوى. المنافسة غادية وكتقوى. ودعنا مدينة البهجة وسبعة رجال وانتقلنا لمدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب. كازا غادي تكون المرحلة الرابعة ديال كاستينغ بيغا. السلام عليكم. معنا السي رضا بالعرب اللي هو نائب وزارة الشباب والرياضة في عملات بن مسيك ومولاي رشيد، أليس كذلك؟ صحيح. شكرا لك ومرحبا بنا عندكم هنايا. واش ممكن تحدث لنا؟ شكرا بزاف على الأنشطة اللي كاينين هنايا في الفضاء التربوي. فكما هو في علمكم وزارة الشباب والرياضة تطوف على عدد هائل من المؤسسات الشبابية. ملي تنقول شبابية تنعني بها دور الشباب والأندية النسوية ومراكز حماية الطفولة ومراكز التكوين المهني التابعة للوزارة في خلال الأندية النسوية. وكل هذه المؤسسات يعني تقدم خدمات كبيرة في مجال التكوين والتأطير والتنشيط، يعني التنشيط في المجال الفني التربوي الثقافي والرياضي. ومؤسسة من هذا النوع الدور ديالها هو صقل هذه المواهب وتبينها وتجعل ذاك الشاب يجد واحد المكان مجهز ويعطيه الفرصة لصقل جميع المواهب التي تضفى عليها. كلمة في حق برنامج بيغ اب. أولا برنامج بيغ اب هو برنامج مهم، وهنا نوجه الشكر الجزيل لقناة ميدي أن تي في اللي حقيقة تتهتم بالشباب وتهتم بكل قضايا الشباب، من بينها برنامجكم زين غزير نيوز والبرامج التي تهتم بكل الفئات الشبابية. وملي تندوي على الشباب تنبداو من الطفولة حتى الفترة يا شباب، وبالتالي برنامج هذا النوع هو كذلك يأتي ليعزز الاستراتيجيه ديال وزاره الشباب والرياضه المبنيه على الخدمه العموميه والمبنيه على تقديم خدمات تهتم بالشباب وكما قلت لصقل المواهب ديالهم وابرازها ومبنيه كذلك على المجهودات اللي كتقوموا بها. شكرا بزاف سي رضا. شكرا لكم. خليكم في التتبع. يا كجرحي جريت وجريت انت حبيبي يعني في
خلال جولة قافلة برنامج بيغاب كانوا أعضاء لجنة التحكيم كيستقبلوا مواهب عن صنف الكوميديا، لكن حتى شي واحد فيهم ما كان تيتوفق في إطار انتباه مسلم نورا وكريمو أو اللي يضحكهم، عكس رجاء اللي كتمثل كازا قدمت عرض ساخر وناجح. يا مرحبا بكم العيالات الرجالة حتى هما. اي انا رقات لا سبعه رجاله على سنه الله ورسوله. جي عندي جلالي مول قرنا صاحب مرحوم بوعز الله قال لي اسمع بنت الناس بوعز القزار قبل ما ياخذك كان خويا وكثر من صاحبي ورا العشرات هنا على ولاد الحرام وانا اللي لجيت ناخذك بالقانون والشرع ونبقى نشم فيك ريحه صاحبي المرحوم بوعز. هو صاحب ابو عزر كان في ريحه البين. بارك الله عليكم ودوزوا بخير. ما شاء الله على ما كاينش بو عزال ها كريمو كريمو. ما كيتعطاوش دريات السكيتش بزاف، كيتعطاو الغنى بزاف كثر من السكيتش. كيقولوا حق ان البنات ما عندهمش واحد القدره انهم باش يضحكوا، ماشي بحال الدري ولا هذا. مي انا تعطيت لهاد الدومين باش نشوف واش بصح كاين هاد المشكل ولا لا. مي الحمد لله لقيت ان غير خص الخدمه، الا كنتي كتخدمي بزاف وكتضربي تمره بزاف غدا تكون النتيجه مزيان. في صنف الغناء مدينة كازا كانت بدورها ممثلة بمواهب في المستوى وبشهادة لجنة التحكيم، والنموذج طاهرة اللي جات من صويرة وحتى إيمان اللي غادي تمثل مدينة كازا. الأماكن كلها مستعجلة والعيون اللي نرسم فيها خيالا والحنين اللي صرى بروحي وجالك ما هو بس انا حبيب. عندك الوقت باش تزيدي تطوري، ولكن 18 عام قدرتي تغني بحال هكا سي تري بيان. اري 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 ارى الورقه الخلعه وسيري ليه وقفه وما تخافيش ما تخافيش ما غناكلوك ما والو. لا هي المرأة حتى لا سيري ليه اختي سيري انا عربيه اورينتال والماروكان. ودابا شنو غديري؟ نغني. لا شنو من اغنيه اختاريتي؟ غتغني. بغيت نغني نعيمه سميح. يا سيري ايمان يا كجرحي جريت وجريت حتى شي ما عزيت فيك ونسيت وعالجت ودويت وترجيت الله يشافيك. صوتك زوين بزاف بورشتيني جوج مرات واخا عندك دي كتفوزي مرارا. من بين اجمل الاصوات اللي سمعناها. المجموعات الغنائيه كانوا كثار في كاستينغ الدار البيضاء، لكن ماشي كلهم كان عندهم نفس الحظ اللي غادي يكون عند مجموعه سوي باند من مدينه المحمديه. وانا مع كل يوم نعيش عيد مرتاح فرحان وانجح يا فواك سنوني بيك يزيد يا نموت يا نعيش وانجح يا وانا معك كل يوم نعيش وعيد مرتاحة فرحانة وانت حبايا حبايا في هواك جنوني بيك يزيد نموت يا نعيش وانت معايا. بارك الله عليكم. برافو كان شوية ديال الضحك و ما بيعش زوينة فهم حيت حنا كنا معولين غادي نجيو على حسب أن كاين بلوكيسيون، ولكن في القسم ما خاناش كنخاف داك لي زامر داروا الواجب ديالهم وطلعوا بلا بيا وداز داك الشيء زوين.
الحمد لله. بمدينة الدار البيضاء كانوا مواهب مختلفة لكي يمثلوا عدة أصناف مثل صنف ألعاب التحدي وبالضبط الباركور اللي هو رياضة كتعتمد على القفز بطريقة فيها الكثير من الخطر. بابو الدراري داكشي كان مزيان حماس الدراري كاين اللي باقي معايا شي باقي كراسي يطلع المهم كنظن باقي لكم واخيلا ما يتعمل كان ديال لي موفمون كاع داكشي اللي درتو حاكمينه مزيان وخادمينه مزيان اللي عجبني عاوتاني لا ميزون سان لان بحال واحد السيد كيحلم وداكشي كيخرج له من الاحلام ديالو سا سي بيان بحال كتشد واحد لو برودوي ارتستيك وكدير له لونفلوب ديالك الله يوفق. من بين المشاركين اللي اثاروا اهتمام لجنه التحكيم بالدار البيضاء كانت هذه المجموعه اللي ما سمحاتش لهم الظروف اخر لحظه باش يجيبوا معهم لي باتري وبالتالي توفقوا في انهم يصيبوا البديل بسرعه اثناء انتظار دورهم في الكاستينج. ديما الفكره اللي قال ما كاينش الباتري شكون اللي طاحت عليه الفكره؟ انا فكره كترجع ليا انا حيت انا من كنت صغار كان عندي موهبه ديال الموهبه ديال الغناء والموهبه ديال الموسيقى وداك الشيء وصاوبت واحد الباتري صغيره عندي صاوبتها صغيره جزئتها ودابا ما بقاش مراه مع الدراري بقى فينا الحال ما درنا واجه من دين 16 ما عندنا ما غنديروا ما عندنا ما غنجيبوا الباتري انا كنلقى لهم ما لقيناش قلت لهم شبعوني ان شاء الله يكون خير. الرقص بدوره كان حاضر في الكاستينج ديال كازا لكن رقص استثنائي واللي ما معودينش عليه في المغرب. الرقص الهندي كان اختيار هذه المجموعه اللي غادي يقدموا عرض ممتاز. شكريا متعوداش نشوف المغاربه كيشطحوا داكشي ديال الهند داكشي علاش الثقافه ديالنا وحنا المغاربه والفن ديالنا يعني تبارك الله حتى هو تراث وكذا حنا كنبغوا في قلبنا وحنا كنمزجوا ما بين الثقافه المغربيه ومن طون الثقافه الهنديه. الدار البيضاء الكاستينغ ما كانش كيخلو من المفاجات فمثلا كانوا بعض المشاركين اللي كيحاولوا يشاركوا بشي موهبه لكن ما كيتوفقوش فيها والنموذج هاد الشابه اللي حاولت تقدم عرض ديال الرقص التعبيري لكن شنو كان راي اعضاء لجنه التحكيم نشوفوا ونعرفوا. هذا هو التعبير والا فلا دينا التعبير وعطيناه صليه توماس. لجنه التحكيم خلال الكاستين كانوا بين الفينه والاخرى كيستقبلوا مشاركين اللي كيتقاسموا معهم لحظات ديال الضحك والنموذج هذا الشاب اللي كيقلد بعض الاصوات ثم هذه المشاركه اللي حاولت تقدم عرض مسرحي بالفرنسيه. فهمت غير موت سيتونغ هو اللي قلعت باش لو فو كون فو فو زيت لو فو فو لو تروفي اي مانتونو فو دي جوست بلا ريسبونسابل لو بوفر اوم
اسيسا سميتي هذا ما جدت به قريحتك يا صفيه جولين لي كونديدا ديال مدينه الدار البيضاء في دار الشباب جاو مع 7 الصباح حنايا 18 دابا 6 د العشيه وتلاقينا مع واحد لا كونديدا شويه سبيسيال بغينا نتعرفوا عليها السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله كي داير اختي الحمد لله اليز ولا اليز لا فاليز تبارك الله عليك كاين شي بيغاب ولا نديرو بيغاب جو جو بيغاب في صنف الغناء كانوا مواهب كذلك اللي كيثيروا الاستغراب والبدايه مع نفيسه اللي غادي تشارك بالراب مون بيغ كتبتو عاد باش الفنان الكبير مسلم خرج الديسك ديالو على الوالد ديالو الله يرحمه شنو نقول لك حسيت فهمتي حتى انا تنكتب ما تنكتبش على اي موضوع عادي ولا دا موضوع اللي لا ما ضرنيش راه ما نكتبوش علاش ناخذ داك ستيلو راه حيت صعيب تاخذ ستيلو وتكتب بعدا حتى تكتب داك الشيء اللي ضارك اللي يوم للتاني اه للتاني واسال علي يمكن الصوت اللي كتسمع انت راسك ماشي هو اللي كيوصل لنا حنايا كاين واحد الفرق ما بين الصوت اللي انت كتسمع راسك فيه وداكشي اللي كيعطينا لا انا لا انا شنو كيوقع لك الاخر شنو كيوقع كي وانت كلك خطر ما تبقاش تغني ليا بمدينه الدار البيضاء قامت لجنه التحكيم ديال برنامج بيغا بزياره فضاء ثقافي مميز البولتك هو فضاء ديال المبدعين الشباب سواء من مدينه الدار البيضاء او خارجها البولتك هو اول سنتر ديال لي ميوزيك اكطويل في المغرب وتقريبا في العالم العربي لان ما كاينش شي سنتر اخر بحال هذا محلول في الدوله العربيه حلينا هذه 3 سنين دونك هو اسباس لي جون كيفون لا كرياسيون البولتيك ماشي فقط غير فضاء ديال الموسيقيين بل كتنظم فيه حتى دورات تدريبيه في الجرافيتي الفيلم الوثائقي الرسم وغيرها من الفنون كنديروا مثلا دي زاتولي دي كريتور كاين دي زاتولي دو برودكسيون كيفاش تسجل بيكيبمون قليل وهذا كاين دي زاتولي ديال لي دغوا دوتور كاين دي زاتولي ديال لي كونطرا حيت سي دو لا بروفيسيوناليزاسيون ديال شاك فوا فون فيت ابيل ا سبيسياليست او اون بون دي فورماتور سور بلاس سا ديبون سينو اون دي بارتناريا اي دي ستركتور ا ليترونجي سورتو فرنسا كنجيبوهم من فرنسا عندنا شراكات مع بزاف ديال لي سونتر على برا وديال الجمعيات لي جون ديال هاد البلاد راه بحالهم بحال لي جون ديال الجابون ولا ديال الميريكان ولا ديال مصر ولا سي دي لينيرجي فهمتيني دونك كاين لينيرجي كاينه سكيل فو سي لونكادرمون دو لا كاناليزاسيون لان واحد واخا تكون عندك ان تالون الا ما خدمتيش بعض المرات 6 سنين 7 سنين بعض المرات 10 سنين ما يعطيو من خلال قافله بيك اب تبين على ان المغرب منجم الطاقات والمواهب الواعده مجموعه من التخصصات واللي كينقص غير التاطير والتوجيه باش تقول هذه المواهب الكريمه ديالها الاستوديو ها هو الموسيقيين موجودين فنان الراب ديالنا مسلم شدوا الحنين للميكرو والموسيقى ولعب هذا الفريستايل بزاف ديال لي طالون كاشي اللي اكتشفنا في مدينه مراكش ومدينه الدار البيضاء اكتشفنا كذلك الكواليس البيستوف اقوى اللحظات وكذلك انشطه ثقافيه اللي قمنا بها واللي كتهتم بالشباب المغربي ان شاء الله غادي نتلاقاو في الحلقه الاسبوعيه الجايه كنوعدكم بزاف ديال المفاجات خليكم متبعينا